بعد توجيهات فخامة الرئيس بخصوصها تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا. احنا معانا على التليفون السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ كله بخير الحمد لله. احنا عارفين انه يعني طبعا بالتأكيد الرئيس يبدي اهتمام شديد جدا بمسألة تطوير الأراضي بتاعة البحوث الزراعية، وعارفين انكم في كفر الشيخ يعني بدأتوا في ده بقوة. هو ده بالفعل، هو فخامة الرئيس الحقيقة نظرا لانه في بعض المشروعات التنمويه والخدميه لعديد من القرى ومدينه كفر الشيخ بتحتاج قطع من الاراضي لتنميه تلك الخدمات، سواء في حياه كريمه او استعدادا لبعض المراكز اللي هتدخل في حياه كريمه. فكان في بعض الاحتياجات لرفع اراضي ورفع للصرف الصحي أو كوشاعة مدارس أو مراكز شباب أو مجمعات حرفية، كانت بتحتاج إنها يبقى في أراضي سواء متواجدة من أملاك الدولة أو لبعض جهات الولاية. الحقيقة وزارة الزراعة بتشار معاها على مدار الأشهر الماضية ومع جهاز استخدامات الأراضي ومجلس الوزراء، كان في بعض الاستخدامات كانت معمولة لمراكز بحثية أو مزارع إمدادية وكان حصل فيها تغير في الاستخدام. تم فحص تلك الأراضي وتم تحديدها وإيه الاستخدام المناسب. والحقيقة فخامة الرئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة والسيد وزير التنمية المحلية والسيد وزير الإسكان ومجموعه من المختصين تم عرض استخدامات تلك الاراضي وتم الموافقه على الاستخدامات، وكان يعني ابرزهم واهمهم الحقيقه ان الاستخدامات دي احنا عملنا مناقشات مجتمعيه بحيث ان الاستخدام يبقى الاستخدام الامثل المطلوب للمواطنين. والحقيقه كان كمان تم مناقشه، دي كانت حاجه مهمه للغايه، مناقشه الامتداد الطبيعي لجامعه كفر الشيخ، وهي جامعه حديثه لكن الحقيقه قويه لان فيها عديد من الكليات الخاصه بتنميه المجتمع، فيها كليات نانو تكنولوجي وذكاء اصطناعي ومصايد وثروه سمكيه. حضرتك عارف ان عندنا العديد من المزارع السمكيه هنا بخلاف المشروع القومي لبركه الغليل. بالظبط. الجزء الاهم انه برضه في مجال لجامعه تكنولوجيه، امتداد لجامعه تكنولوجيه واهليه لخدمه ابنائنا سواء في كفر الشيخ او في شمال الدلتا بالكامل. والاهم الحقيقه انه تم مناقشه الدعم للدوله من الدوله لانشاء وتطوير سواء مستشفى الطوارئ او وده برضه بيخدم محافظات الدلتا بالكامل، وكان حصل له زياره من دوله رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وتم الدعم في البناء حاليا في مرحله التجهيزات الطبيه. حلو. بخلاف مستشفى مركز للاورام وايضا عيادات طبيه مجمعه. الحقيقه هي مدينه طبيه متكامله في منطقه الجامعه لانها بتشمل المستشفى الجامعي وكليه الطب وكليه التمريض، فالحقيقه كله بيخدم بيخدم اهالينا في كفر الشيخ طبعا والمحافظات المجاوره بمدينه طبيه متكامله. والحقيقه يعني المشروع الاستكمالي هو يعني تم الصرف في اكثر من مليار جنيه، واعتقد انه محتاج مليار اخر، والحمد لله التدفقات الماليه دي السيد الرئيس امر بفحصها، وباذن الله تشهد كفر الشيخ افتتاح تلك المواقع دي مدينه طبيه حقيقه متكامله، واهمها انها تخدمها الجامعه واساتذه الجامعه، فحاجه علميه مثقفه. اكيد 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 فكره يعني او بالاصح توجه اكتر الحقيقه من يعني الاجتماع شمل سواء تخصيص اراضي للريف او للتعليم وايضا لحل مشكله الاسكان
في بعض المناطق للإسكان الاجتماعي أو سكن كل المصريين، وده بيحل مشاكل متعددة كتير، وتوجهات فخامة الرئيس لحل المشاكل المتزامنة دي في إطار تطوير عواصم المحافظات. يعني زي ما هو في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير ليه، في أيضا تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. فالمبادرتين على نفس النمط، لما تحتاج توجهات في العرض لبعض للتنسيق ما بين عدد من الوزارات، فالاجتماع كان ممثل في الجزئيه دي، والحمد لله النتائج اعتقد ان تم الاعلان عنها، وهتشهد محافظه كفر الشيخ الحقيقه مستقبل باذن الله واعد في ان شاء الله. ان شاء الله. لا الحاجات دي لازم تتصور يا فندم، احنا هنستاذنك ان احنا نبعت فريق عملنا يصوروا كل هذه الامور بعد اذن حضرتك، يعني لانه خساره الحاجات دي ما تتصورش. الدوله يعرفوا قد ايه المشاريع القوميه وقد ايه توجهات الدوله وفخامه الرئيس بتتنفذ على ارض الواقع بالفعل اثناء المباحثات او المناقشات اللي دايره على مدار الاشهر الماضيه اللي فاتت. لا يا فندم احنا لازم هنيجي، وانا يعني ان شاء الله انا عندي فريق اعداد كله هيجي يروح يصور مكافأة ليهم على يعني انه جابوا لنا خبر مهم وحلو بهذا الشكل. انا بشكرك جدا 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 سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، فعلا الحاجات لازم تتصور. انا من انصار دايما يا جماعة انه صورة تغني عن ألف كلمة، فما بالكم بتقرير مصور مش بس صورة، ما بالكم بفيديو، ما بالكم بهذه الامور بتشرح اكتر للمواطن ايه اللي بيحصل. احنا مهما تكلمنا شيء، وان احنا نشوف بعينينا ده شيء تاني.